العاجل علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله بشأن انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحا بشكل يومي وتقليل مدة الحصة الدراسية، قائلا ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية. والخبر غير صحيح ولا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق. إذا مرة أخرى هذا الخبر الهام وردا على شائعات انصراف الطلاب مبكرا من اليوم الدراسي، علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله بشأن انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحا بشكل يومي وتقليل مدة الحصة الدراسية، قائلا ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية. والخبر غير صحيح ولا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق. وينطلق غدا السبت العام الدراسي الجديد، فيما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة في حالة ظهور حالة كورونا، حيث أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوم، وذلك حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتحصيلهم الدراسي. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت ضوابط وتعليمات هامة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد نسردها على حضراتكم في هذه النقاط: التأكيد على حضور الطلاب بالمدارس وتواجد المعلمين والإداريين طوال اليوم الدراسي، الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، متابعة نسب تلقي اللقاح لجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وإدارة ومديرية. ولمتابعينا خلونا نقول لحضراتكم هذا الخبر العاجل مرة أخرى، ونعود لعدد من النقاط التي أكدت عليها وزارة التربية والتعليم. إذن علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما تم تداوله بشأن انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحا بشكل يومي وتقليل مدة الحصة الدراسية، وقال ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها وتجاهلنا هذه الشائعات بالتأكيد التي تملأ زي ما قال دكتور طارق شوقي الفضاء الإلكتروني، وإن هذا الخبر غير صحيح ولا يعني يستحق التعليق عليه. إذن خبر مهم جدا، ناس كتير بتقول إن الدراسة إن شاء الله يعني هتكون طبعا مع دخول العام الدراسي الجديد إن اليوم الدراسي هيتم تقليله ل11 صباحا وإن الطلاب هينصرفوا من المدارس 11 صباحا، ده غير صحيح ونفاه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي، وعلق على هذا الخبر وهذه الشائعات وقال انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحا بشكل يومي وتقليل مدة الحصة الدراسية ده كلام غير صحيح، وقال ما تزال الاجتهادات والشائعات تملأ الفضاء الإلكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية، وقال إن هذا الخبر غير صحيح، اليوم الدراسي هيتم بشكل عادي جدا جدا، ولو حصلت أي حالات كورونا كان في تعليمات قبل كده من وزارة التربية والتعليم قالوا إن هم هيغلقوا لو الموضوع انتشر بشكل كبير، لو الفصل هيغلق لمدة 14 يوم وبدل من 28 يوم، ولو المدرسة بحالها طبعا ده لازم نرجع للمديرية التابعة ليها المدرسة، بيكون في لجنة بتقرر غلق المدرسة طبعا زي ما احنا ذكرنا لحضراتكم عدد من النقاط اكيد هنقولها لحضراتكم، ولكن هذا الخبر حابين نقوله لحضراتكم مرة تانية، وهو طبعا يخص كل اولياء الامور اللي عندهم لبس ان ربما اليوم الدراسي تم تقليل عدد ساعاته، ده غير صحيح. دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني رد على هذه الشائعه ان انصراف الطلاب من المدارس هيكون
الساعة 11 صباحا بشكل يومي، وهيتم تقليل مدة الحصة الدراسية. قال إن دي اجتهادات وشائعات طبعا بتملأ السوشيال ميديا بشكل عام والفضاء الإلكتروني، وناس كتير بتقعد تخرج إشاعات، وطبعا ناس كتير تنساق وراها، ولكن بشكل رسمي وزير التربية والتعليم نفى هذا الخبر وقال لن يتم طبعا القضاء على هذه الشائعات إلا إذا تجاهلناها. بيدعوكم لتجاهل هذه الشائعات، وطبعا نعتمد الأخبار من المصادر الرسمية. طبعا لازم نرجع لوزارة التربية والتعليم لو في أي تحديث، الوزارة دايما بتتابع معانا هنا في اليوم السابع، بتقول لنا كل الأخبار الجديدة وكل التحديثات وكل العواجل، أكيد هنقول لحضراتكم، ولكن حتى الآن لا يوجد أي أخبار حقيقية عن انصراف الطلاب من المدارس 11 صباحا. خبر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وغير منطقي ولا يستحق التعليق زي ما قال دكتور طارق شوقي. طبعا زي ما احنا عارفين ينطلق غدا السبت العام الدراسي الجديد، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل مدة الغلق الخاصة بالفصل أو المدرسة في حالة ظهور حالة كورونا، حيث أكدت الوزارة أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على أن تكون مدة الغلق 14 يوم فقط بدل من 28 يوم، وده حرصا على صالح الطلاب واستمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم وتقدم تحصيلهم الدراسي. طبعا كل التوفيق لطلابنا، إن شاء الله يكون عام دراسي آمن علينا كلنا وعلى طلابنا، ونطمن أولياء الأمور إن شاء الله كل الأمور تكون تمام. طبعا وزارة التربية والتعليم تأخذ على عاتقها إجراءات احترازية قوية جدا طبعا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتأمين الفصول، وأيضا تأمين طلابنا وإن شاء الله كمان المعلمين والإدارات بشكل عام. إن شاء الله عام دراسي آمن على حضراتكم. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم في اليوم السابع، وإلى اللقاء.